عودة إلى الدكتور ياسين وعبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي معنا عبر هاتف من بغداد. مرحبا بك دكتور، تسمعني الآن؟ أهلا وسهلا، أهلا بكم. مفوضية حقوق الإنسان تدعو المواطنين الساكنين بمحاذاة نهر دجلة إلى توخي الحذر، كيف تنظر إلى استعدادات الحكومة؟ تحية لك أخي العزيز وللمشاهدين الكرام. نعرف احنا منذ الاحتلال عام 2003 ولحد هذا اليوم لم تقم أي حكومة عراقية متعاقبة على صيانة البنى التحتية للبلد، ومنها شبكات الصرف الصحي، شبكات صرف مياه الأمطار، وزادت هذه الشبكات سوء نتيجة تقادم الزمن عليها من ناحية، وعمليات الفساد سرقة الأموال المخصصة لها من ناحية أخرى. فكل حكومة تجي يسعى المسؤولين فيها إلى الحصول على أكثر المكاسب لهم ولأحزابهم، وتركهم المواطن يعاني الأزمات ويواجه مخاطر الطبيعة كالفيضانات والسيول. فإذا لا توجد هناك أي استعدادات حكومية أو تخطيط مستقبلي لمواجهة الكوارث الطبيعيه كالفيضانات، ولكن محافظ وسط يعلن محافظ وسط يعلن يمر مدن وقرى كامله. وكنا نسمع بالماضي عندما يمر البلد باحتمال الفيضان تقوم اجهزه الدوله وبما فيها الجيش ولعمل التواتر من اكياس الرمل في المناطق المحاذيه للانهار، تحسب بكل الظروف. لكن اليوم مدى نشوف انه او نلاحظ الجميع مشغول بالبحث عن المكاسب واكثر ما يمكن من المكتسبات الشخصيه والحزبيه. ولم يتم مثلا الامن الداخلي لعمل سدود وتواتر للقرى التي تقع على حافات الانهر. دكتور عبد السلام، محافظ وسط يعلن اعلن تفكيك جسرين بسبب ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجله، ومصادر صحفيه ايضا تؤكد خروج جسر النصر في الموصل عن الخدمة للمرة الثانية. إلى أي مدى ترى هذه السدود ربما والجسور أنها يعني تهدد العراقيين بالخطر؟ يعني لا تخصص لها ميزانية للصيانة حتى تصمد أمام هذه التطور؟ أسمعك مشوش أخي العزيز. نعم، الإجراءات الحكومية هذه إلى أي مدى ترى أنها ربما تؤثر أو تؤدي إلى مخاطر تهدد أرواح العراقيين؟ أخي العزيز، الإعلان محافظ واسط عن تفكيك جسرين الفرنج والأحرار الكشفية، هذا طبعا في احتمالين، فمن المحتمل أن يكون عملهم غير صحيح، و إذا جاء السيول أو الفيضان عملية وكمية الفساد في بنائها، فبادر بفك هذه الجسور ثم إعادة تركيبها بعد زوال الأزمة، وهذا طبعا أيضا يدل على أنه يريدون أموال إضافية، لأن عملية التفكيك والتركيب راح تحتاج إلى أموال إضافية. فالهدف هو مو حرص على المواطن والخوف على عليه، هو كسب الاموال، وكما يقال المثل او القائل مصائب قوم عند قوم فوائد. الحرس الثوري الايراني ضالع في تفجير السواتر الترابيه مما جعل المياه يعني تفيض على العراق بمستويات عاليه. يعني نتساءل عن العلاقات ما بين سياسي العراق وطهران. اخي، جميعا احنا شفنا وراينا وسمعنا عن السيول والفيضانات اللي حصلت في كل من ايران والعراق معا. لكن اللي زاد الطين بله هو ان ايران وتحديدا الحرس الثوري قام بازاله السواتر الترابيه في محافظات دياله وواسط وميسان في محاوله لتصريف هاي المياه وتوجيهها باتجاه الاراضي العراقيه، لتقليل الضغط على القرى والبلدات الإيرانية اللي تعرضت للفيضانات، وغير مهتمين للنتائج المترتبة وغير آبهين أصلا للعلاقة الوطيدة مع السياسيين العراقيين، لأن الإيرانيين يعتبرون أن جميع من بالحكومة والبرلمان
هم من الموالين لهم، ولم يصل أي واحد منهم إلا بموافقة الإيرانيين. لذلك لن نسمع أو نرى من يعترض على هذا الأمر. بل على العكس، أن هناك بعض المسؤولين يدافعون عن إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم. وملاحظة أخرى أخي بإزالة السواتر، أنه هناك في شرق ديالى المناطق الحدودية مع إيران أعرض مكتب حقوق شؤون الإنسان كشفه تسبب السيول في نقل ما سماها بحقول الموت طوب الأهالي، وذلك بإشارة إلى الكميات الكبيرة التي تجرفها السيول من الألغام وعشرات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، بعدم اهتمام حكومي غير واضح لمعالجتها. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور عبد السلام. أيضا يدخل الفساد في هذا المجال أيضا. نعم، شكرا لك دكتور عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.